من الشيطان الرجيم وإن يأنس بك والشيطان من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مساءات الدين وأعوذ بك ربي أن يعذروني اللهم بأخي وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الرافع رداك رداء رسولك عليه الصلاة والسلام وفرات جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجاد كلي بعمد وشكور إلى ولي المؤمنين والسكور كن يا ولي يا خبير يا نشير للمؤمنين إنك الهادي البشير لا يصدق من أن يجشن أذبت فورا لذوانا كل من ليس يكون مسلما يا زسمن أذبت فورا لذوانا كل من ليس يكون مسلما يا زسمن نبضنا بأبدال الإيمان فلدن ضيب جميع بالأمان أبي سنابي وبالإسلام والتعفز كل الملامين خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والرسياء من المدى خذ الشراءة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد إلى نبي خذ الشراءة والسلام والأنبياء والمسلمون سر الكلام على نبي محمد وغالي سل وسلم واستدشاري للمنتقى ثم يزور بلا نهاية وخدمة تقبل يدر سيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نبي وسلم وسلم في أبد الله الذي لك يقود من عباد أكتب سرادا لجميع الأنبياء وأريد به تسليم واسكر كبيا نبي وسلم وسلم بإكرام على نبي وعلى آله وصحبه الكرام شراد ذلة نسي لسمدي على نبي وآله والأمد رد مكا إلى الهدى إلى الهدى يا من أبعدي بمقدر الهدى أوجل لكل مسلم ومسلمة مشارة يا من كفاني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوجل بزارة لسبي مدمنة مدى لكل محسن ومحسن على بشارات ترى مستعزنا ودين أمة رسول الله عليه غير شروات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكذب من لم تكني ناديتك اليوم بعدل وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يا قادني قل من يكون هادي منك بلا يغد ولا تادي نفيت إبليس لقيد أبطا في سعرسا وكل من لم يهبدا ودين من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى الله شرع عليه بتسليم رب جل إجابة تساسي ورهداء إلى شواء شرمة وداء
ربي يا كريم يا معين ليستجيبا للنسي يؤمن هذه الأمة خير مرسلين أني الذين كفروا برسلي قل لهم نجرا أسر ساجلا وبدرا ماجرا وآجلا قل سويني ما بما يزيد حبك يا من عنده مسيد أغنج بالكتاب أن يكوني إلى إذاك وبشكوني على نبي والرسول الملتهن صل وسلم يا مبيدا من جعت ذي المنتقى ونال وشاب الكرام أوزل زرامك وجب لي بالمراب يا من لا خلقك ما له نمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناديتك اليوم وامس راجيا ولي غنيت دون سكن اديام أوزل لأمة النبي أمة دارا مصليا علي في من أمدا نصرا أسيسا يسمون الكبار ما أسقاي لهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب أني الذين امتنوا من المطاب رابعوا برضا الكتاب والفروع مع الحادث يا حساب أعطيتني جميع دون السلبي ولتقود صول وقت طلبي لأوشي الذي أريد وانفي بي الورايا بغنيا عن مدفي ما أوتى قصد الضر لي بالمنتقى وخطني ما وده سأتقى وجاتني ما لا يصال أجبا في أبد لساني من الجباب مددني مدد من لا يخفى علي سيؤتني بالأخفاب نغيت كل من خلاني فهرا لما يسولها دواما ساقرا يا الله يا رحمن يا بشير خادر يا رحيم يا نشير نديت من بيتا نحوما من الساكين فسوري أسماء وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم في الأسماء كرمني في موده وبلدي مكرم بلا مسافة خلدي أغرمني رحمن إكرما كبا كل يدي إكرا وفيري وكبا ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى وفيدان أمد عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوى الأجمد غلام جملة إذا توجهت لخير الدر والمنان وجهد غلام جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المظلم إلا الذين شربوني قبل نهد مطارتي كساك الكبل أن انتفت مطارتي والبلوى بفل مؤمن هي خاضة أمة لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأبن والمنات يصبر كل يوم الكتاب بلا مادات ولا هتاب ناديت تنادي التكريم ولم يزل بالناس كريم إلا وجدنا خطابا ما اليقين وفاد تابا نذرتني فإنك النسير ما أدعي بي إنك البشير شمد غدا وشلتني في رمضان ما رمت من جهب لوب فيضان ردت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأسى صبرت أجبتني جواب من تالى عن سنة وقتل فهالا لوجهك الكريم أوشي الفرجا
للمؤمنين والتاقين رجاء مصليا مسلما على نبي بزير كل أغرب وأجنبي والرياب للمسلمين فر يا من ما أمن أشعى وترك ما أضمى الله يبر من بلا يا من جميع خدمي تقبل نجي على المصطفى بعد السلام ما سلام من دا أم الخلا يزر لهم في نزيد الشرى فكل ما يسرت وتسرى ناداك عبدك خديم عبدك مرتديا إلى المنى من إنك فعاش نزيل الشيدا بالخير وبا من لم يصدى بليل أغرم الأبرار بالنهيم وكبر الفجار في الجهيم شيخ الذين تركوا عبادة للنار من لم يتي أبادة طيب من أراد أن ينخل ما أبرم من ضيف لم يلم جزاء من بارس الأرسيب فكل من أبقى وصل كرسي بقى إن الذين كفروا وامتنوا من توبة لو جسى ما شنوا بطنهم سكن الأخايب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نار الذي أسرى بسلمات هم الذين في الجنان يغلون وهم بما يسرون مخلدون منهم تروا بلا سلاج والكل بالبشر سن خلاج رجعهم واقف وملك في أبد ما لا يرى ملك دمهم يوم وليس ينسبين أما مبارك أليف منشبين بالله يا منه واسلموا مهاما هو المصدر وجباق خمها هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأسمان من الله فهو عبد وشكور سا خدمة للمصطفى عبد سكور فارق جملة من المباهي لمن قباني أسعي المباهي أذكر وخادني أبدالا كما كمان الغرب والجدال سبحانه هو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تجليم من لي لا يوجه الضرر أن لا نسيه به كمان أخرا جزاء من جل عن المثال لي خاد ما خاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله في البهاي بلاد المختار ليس تخا الى على من بالنكال يخفى للمصطفى وجد ما قد سربا لخير عينيز وهو انسربا خدمت بادلا بحق فزمت ولإلهي كاس السوداء ملك ربي مالكي كليتي أعلي له كأملي ونيتي رددت بالله وبرسولي من غالب الأخ ومن تشولي برأت الإله من سلك ومن كل نباح وسادة لمين برأني من أي نصيب النبي شرعني بسلام مذنب هو الذي لم ار غيره ولا اراه في فين هدى والنولى محمد شرع علي بسلام وزين دينه ولخال الكلام فرعني الاكرم تبغي ان يدوم بانني قل غيب وخديم لا خدامي وما الاقدار ونسيانا وجه الخدارة أيتنا أنا نداء فخذبوا ونسيانا ساخرين انخلبوا تزليم باغ خاد لي سواب
أنت الذي أورثني ثوابا، أنت الذي طلب كوني الخديم لو سلام عاز البرية القديم لمن لو كل يدي إبادة عندي ومن خالفني أبادا من كل الذي ليس له مباهي لي هذا ما خاب أن يباهي ناجاني الأليم والخبير وجاد الواسع والكبير فرار الجميل لمناسه أعلاني الملك والرافع شاخ مكاني لمن خبنا مدر من يخوض بالنعام ملك الملك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان والجزاء أجر الذي ما إنه لا ينفد وصل لي وما اقتراء نفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليم كريم ممدا فراد القلب ونفسي طيبا ومن مكانه لخير سابا يزور خير العالمين خلني علي تسليم مشير للمي للمستوى وجهت مالي خادا نقل بلا مدرك فانخادا هو سبيه وهو سجاه بما سلي والأوجاب هو سبيه وهو سجاه بما سلي والأوجاب محمد شلاء نجلاه في عالي والشعب ومن ولاه ما بلائي وما أمرادي وبرداد خاد لأخرادي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربي قلت الله قل لي يدي بالأدب والسر ولي أخاد ولني رماد غمتي إلى الوسيلة سلا لي من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسعانا شاخ كل من فند هو النبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكسر الغليل تسليم داخل لا يزال الصمد ألا نبي ورسول أمد أبقى سلام من كريم صمدي ألا نبي وسيلتي محمدي ألا نبي وسيلتي محمدي أبقى سلام من كريم صمدي يا الله يا خادم يا مقتدر يا من لا يجود يقتدر ناجيتك اليوم وخبر اليوم ولد أنت في الرق فوق صومي جيت بذا الخبير ذاكرا لك به وخبر لي قطفا لك شمت قديمتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني الإكرام من ما شبهني وكل ما أردت منك انفعني آتيتني يا ربي من لدنك سكرا أكيما فرديت عنك باركتني يا ربي في روحي وخيرها وجدت بالمراضي ملكتني بكونك الكريم ما خادني تفسيرا وتكريما آتيتني ما خلف أمسى كلما ملا من الدر ما وتسلما كافأني من مالاكم أناد بما لخير ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله لغد ربي ولم يكن لكم أناد ناجاني الله المكرم صمد تنادي أنبي كفاني كماد وجاني نكرم أنفى الكرم ودرني بخير رد من سلم أسأل كونتي الغسيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام شل وسلم وتقبل الكلام منا على خالص الرافي بما يفعى وسلم المرافي لما سمد رافقا للرباك
يا من كبا وسل خاري ونبا وني يا رحمان يا رحيم يا أيوة يا خيوم يا مكرم يا ما جاك عبدك القديم مساسنا مسلما على مسلم